ما زلنا مشاهدينا مستمرين معكم في لقاءاتنا على هامش مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، حيث اليوم نلتقي بالرائعة النجمة المصرية عبير صبري. برحب فيك معنا على شاشة الغد، منورانا. أهلا بك، أهلا وسهلا. يعني في البداية، شو رأيك في فكرة تسليط الضوء على السينما الآسيوية، وخاصة أن شرم الشيخ تقع في المنطقة الآسيوية؟ اولا هي فكره رائعه. انا اعرف ان المهرجان دي دورته الثالثه، السنه دي اختار دكتور مجدي احمد علي انه هي تكون دوره للافلام الاسيويه، واعتقد ان دي فكره اكتر من رائعه، لان المنطقه اللي حواليك كلها هي فعلا منطقه اسيا، فيها افلام كتير حلوه. بنقول انه بقى مهم ان الجمهور عموما العربي او الجمهور المصري اللي بتعرض النهاردة الأفلام دي عنده إنه يطلع على ثقافة جديدة، على أفلام المنطقة اللي حواليه، ما يكونش منغلق بس على السينما الأمريكية أو السينما الهندية أو السينما الأوروبية، لا، آن الأوان إنه هو يبدأ يشوف سينما تانية مختلفة حواليه في المنطقة، خصوصا لأهمية كمان البلدان اللي احنا النهاردة مستضيفين أفلامها. وحضرتك عضو لجنة التحكيم للأفلام الروائية الطويلة، يعني شو رأيك في هذا التايتل؟ مسؤولية كبيرة ليست بقليلة في مهرجان ربما يعني وليد ولكن مهم. دي ثالث مرة ليا أحكم في مهرجانات سينمائية. حكمت قبل كده في مهرجان سهل المغرب ومهرجان عمان، فدي ثالث مرة بالنسبة لي. عارفة أنه عمل لجنة التحكيم عمل صعب جدا وشاق، لأنه أنت بتقعد تتفرج على أفلام، حوالي 4 أفلام في اليوم، بتركيز شديد، باهتمام بكل التفاصيل، مش بتتفرج كمشاهد عادي، لأنك بتكتب وبتأيد وبتتذكر وبتلحق كل التفاصيل اللي أنت هتقيمها، بالإضافة لتواجدك وسط جنسيات مختلفة وفنانين من دول أخرى. أنا أخرج خارج السياق المهرجان وأذهب إلى النجمة عبير صبري، يعني بحابب أعرف شو أعمالك المقبلة سواء في السينما أو الدراما، ونحن على أعتاب سيزون رمضان 2019. أنا بصور مسلسل هوجن مع النجم محمد عادل إمام وإخراج شيرين عادل، وده لرمضان إن شاء الله. وعندي فيلم سينما زنزانة 7 هستكمل تصويره إن شاء الله. شو الأهداف اللي عبير صبري حطها في دماغها على مستوى السينمائي أو حتى على الدرامي وتتمنى أن تحققها في المستقبل؟ يعني أكذب لو قلت إنه في أهداف محددة جدا، لأنه مش دايما المناخ بيسمح لك بتحقيق الأهداف، ولكن أنت بتختار أحسن شيء بيعرض عليك، الشيء اللي بيعرض عليك بتعمله على أحسن ما يكون، بتجتهد جدا في أنه الفرص اللي بتجيلك تكون فرص جيدة وتقدمها بشكل جيد.